الرقائق الإلكترونية. شرائحٌ رقيقةٌ مصنعةٌ من مادةٍ نصف موصلةٍ مثل بلورةٍ أحاديةٍ من السيليكون النقي، تُستعمل لتصنيع الدارات المتكاملة وأجهزةٍ أخرى مايكروويّة. تُصنع الرقاقة الواحدة في أكثر من 3 أشهر، وهي بحاجةٍ لمصانع عملاقةٍ بمواصفاتٍ خاصة لإتمام هذه العملية التي تحوّل رقاقات السيليكون المستخرج من الرمال العادية إلى شبكةٍ من مليارات المفاتيح، وتستخدم في منتجات كثيرة من بينها الهواتف الذكية، الحواسيب والسيارات، وهي مادة أساسية للعديد من الصناعات. من الشركات الرائدة في تصنيع هذه الرقاقات الذكية نذكر إنتل الأمريكية، تي اس ام سي التايوانية، وكل من سامسونج واس كي هينكس الكوريتين وغيرهما الكثير. الشركة التايوانية تي اس ام سي تعتبر الأقوى والأكثر تطوراً في المجال عالمياً، فضلاً عن سيطرتها على أكثر من 56% من الحصة السوقية للرقائق الإلكترونية، بات الحفاظ على استقرارها ومنع قطع خطوط امتداداتها أمراً غاية في الأهمية، خاصة لعمالقة صناعة الأجهزة الإلكترونية مثل أبل وإنتل وغيرهما. ريادتها خلقت صراعاً بين عمالقة الأجهزة الذكية الأمريكية والصينية، دام الصراع لفترة طويلة، وتفاقم الوضع سوءاً أثناء جائحة كورونا، حيث عانت الشركة من مشاكل في الإنتاج أدت إلى تأخر إطلاق آخر موديلات الهواتف الذكية، الشيء الذي جعل بعض الشركات الكبرى تستثمر في هذا المجال. الكونغرس الأمريكي وافق مؤخراً على البرنامج الفيدرالي التاريخي الداعم لإمكانات صناعة الرقائق المحلية بمبلغ 52 مليار دولار أمريكي، وتضمن البرنامج تحذيراً واحداً مهماً للغاية، ألا وهو ضرورة تعهد الشركات المتلقية للتمويل بعدم زيادة إنتاجها من الرقائق المتقدمة في الصين، وهو الشرط المقيد الذي سيزيد حجم التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين.